الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة يوم الإثنين بر من برنامجكم اليومي برنامج حياتنا في هذا البرنامج نسلط فيه الضوء على العديد من الأمور وأيضاً الفعاليات اللي يتم شريحة كبيرة في المجتمع مشاهدينا الكرام هذا اليوم المبارك يوم وقفة عرفة هو ركن أساسي في فريضة الحج راح يكون معنا خلال حلقة اليوم استعدادات عدد من المؤسسات لاستقبال العيد اللي تفصلنا عن الاحتفال به ساعات قليلة لكن في بداية هذا المساء أحب أرحب واهلي باخوي نايف مساك الله بالخير يا نايف مسك بالنور السعاده فيصل انت ومشاهدينا الكرام وان شاء الله ان الساعات اللي فاتت استغليتوها خير استغلال بالطاعات وكذلك بالصيام باذن الله تعالى وان تكون حتى هذه الرساله وصلت لابنائنا باهميه هذا اليوم والخير والبركه ونسأل الله تعالى أنه يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمع بالخير واليمن والبركات أكيد طبعا شيء جميل أن الواحد يعني ساعات قليلة نايف تفصل عن الاحتفال بالعيد الواحد يتذكر شوي شلون كانت تستعدادات من نوع اللي يحط ثيابه على السرير يفرشهم يتأكد الغترة موجودة الثوب موجود سويتي ولا؟ أعلقهم عن شكلك كل شيء مرتب يعني بس باقي أنا الصبح على طول هاي و. انسحب داخل طبعا يعني, يعني الله يخلي الخياط يعني ما شاء الله كان منقذها في اللحظات الاخيره شوف هني فائده العلاقات والو والولاء حق <applause> الخياط حق محلات المستلزمات الرجاليه حتى بالنسبه للميلس اغراض الميلس الأفوالة بالنسبه لاي تجهيزات لما انت من قبل تكون مرتب امورك، تعاملك واحد، الاستقرار دائما يكون مهم فيصل بالنسبه لي، آه، التعامل مع الجميع، التعامل حتى مع الاصدقاء، مع العائله، تكون مستقر امورك تكون طيبه. أو مش بس مستقر، لازم يكون لسانك محسود، لازم تكون درب في تواصلك مع الناس، لازم توفي كل واحد حقه لازم أن تكون دائما دائما المبادر دائما انه يكون فيك الخير دائما يعني حتى بعد مشاهدين الكرام حتى مناسبه العيد هذه هذه فرصه جميله ان الواحد يوصل اهله ويوصل ربعه وجماعته دائما يبدي دائما يبدا ايضا في التواصل معهم وايضا يهني الجميع بهذه المناسبه المباركه الله يعودها علينا وعليكم ان شاء الله كل عام واحنا بافضل حال مشاهدين الكرام يمكن شوي دردشنا وسولفنا معاكم عن شوي اللي هو الاستعدادات وعن الروح ما قبل العيد لكن من شوي بنسلط الضوء عن احد المؤسسات في بلادنا الحبيبه قطر. اذا بنتكلم عنهم بنقول هم ابطال هذا الزمان وجنوده في كل الايام وفي كل الاوقات حاضرون فالكوادر الطبية على رأس عملها خلال فترة العيد فقد أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن الدوام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في أقسام الطوارئ والمستشفيات راح نعرف تفاصيل مشاهدينا الكرام أكثر عن هذا الجانب وأيضا عن عن جاهزية مؤسسة حمد الطبية من خلال استضافة ضيفنا الكريم وهو الدكتور عبد الناصر عبد الناصر هويدي طبيب استشاري ورئيس لجنة الطوارئ بقسم قسم الطوارئ بمؤسسه حمد الطبيه في بدايه هذا المساء سعيدين بتواجدك معنا في برنامج حياتنا شكرا جزيلا والله يبارك فيكم ونحن نشكر تلفزيون قطر اتاح لنا هاي الفرصه ونهني جميع المشاهدين ان شاء الله واهل قطر بالعيد السعيد ان شاء الله تعالى باذن الله, الله تعالى والله يتقبل طاعتكم دكتور وان شاء الله عملكم في ايام فتره العيد انكم ماجورين عليه ولو ان نتمنى ان انتم ما تعملون في ايام العيد ولا تجيكم اي اصابات ولا يكون في اي طارئ ولكن لو نتحدث على خطتكم في العيد واهم الاستعدادات من جانبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا مثل ما قلت نتمنى الصحه للجميع ولكن هذا شيء لا بد منه ونحن نفخر انه قسم الطوارئ في وزاره الصحه مع اقسام الطوارئ في بقيه الوزارات انه احنا نجعل الناس يستمتعون بالعيد لانه اذا صار عندهم اي طارئ اي حاجه هناك من يلبي لهم ويسعفهم وانا اتكلم عن وزاره الصحه قسم الطوارئ لانه انا منتسب وزاره الصحه واذا في العيد احنا يعني أمننا تغطيه كافيه خلال فتره العيد تدون هسه احنا في شهر سبعه وفي فتحت الاجازات وفتح بعد الكورونا فرتبنا الاجازات بطريقه بحيث انه ان يبقون عدد كافي للتغطية حددنا ايام الاجازات والناس ل... ل... الكبار بالسن من امثالي ما عدنا اطفال اولاد يتخرجوا من الجامعه من عون من الاجازات في شهر سبعه وثمانيه فقالوا انتم على شهر تسعه وفوق ما عندكم متعلقات بالدراسه فأمنا هذه الفترة هذه تغطية كافية من عدد من الأطباء والممرضين والخدمات المساندة كاملة إضافة إلى أنه أقسام المستشفى كافة لديها خفراء ويوميا تجينا هواتفهم النقالة للخفراء حتى إذا احتاجينا أن نتصل بهم فإن شاء الله تعالى نكون تغطية مستعدة ان شاء الله باذن في العيد ان شاء الله طبعا دكتور خلينا نقول هي دائما الخطط اللي يتم وضعها على مدى مثلا اللي هي المناسبات او الاحتفالات او غيرها او المؤسسات بشكل عام دائما لما تحط الخطط تكون هذه الخطط مبنيه على فعاليات او احداث سابقه فمثلا على سبيل المثال عيد الفطر الماضي عيد الاضحى <applause> والفطر خلال العام الماضي كان ايضا لكم كان كان له دور بحيث انه يساعدكم في وضع خطه مناسبة لإدارة قسم الطوارئ بهذا الموسم فنتكلم عن شلون شن هي أكثر الإصابات اللي تتوافد أو اللي تأتي إلى مركز الطوارئ خلال فترة العيد هذه تعتمد على العمر فنكون نقول جهة الشباب إحنا تجينا الحوادث فيهم أكثر شيء الله يحفظهم يا رب زين الله يحفظهم تدري فترة عيد يحبون يطلعون يسوون فعاليات اللي يطلعون للبحاب اللي يطلعون إلى الطعوس اللي يطلعوني في, في الباب فهذه حوادث السيارات او حوادث بصوره عامه الفعاليات فهذه النقطه اللي تجينا من الشباب ايضا يجونا اللي عندهم امراض مثلا امراض الربو فمع الفعاليات مع الغبار مع الباب ممكن ان مثلا الرطوبه او العود او البخور هذه الاشياء المنزليه ساعات ممكن تثير تهيج الربو هذا بالنسبه للشباب بالنسبه لكبار السن فحسب الامراض راح يجي العيد، راح يجي المناسبات، الزيارات، راح يكثرون السوائل، راح يكثرون الحلويات، فاهل السكر <applause> بعض، اهل القلب، اهل الكلى أمورهم شويه تتعب، فاحنا يعني نوصي بانه التوسط في كل شيء <applause> حتى والالتزام حسب يعني حسب توصيات الاطباء <applause> للامراض للعش... المزمنه انه أن يلتزمون بها. نعم <applause> يعني في من العادات العربيه انه يعني ممكن الشخص يلزم عليك في نوع من الاكل فمثلا لو كان كبير سن يلزم عليه انه لا والله جرب هذا الحلا عشان خاطري وهي هاي حبه برضه. حبتين شوي لزائركم اه ايه الله يقلها اه ايه احنا ليش نوصي عليها من البدايه اللي عنده مانع طبي رجاءً لا يلحون عليه يعني اللي عنده سكر وكسر الحيويات اللي عنده عجز بالكلى وجابوا له عصايب وجابوا له ولحوا عليه ولازم تشرب هي مو مساله انه هو أن ما يقدرهم او ما يوجبهم مثل ما نقول لكن هي مساله صحته وهذه حاجه طبيه فرجاء ان يلتزمون بهذا الموضوع. اكيد الله يحفظ الجميع ان شاء الله باذن الله من كل الامراض وايضا بعد ما يكون مصرين او ملحين <applause> على موضوع اللي هو غصب. <تصفيق> لازم بعد <applause> لا يعني كان شيء مجربينه وشيء يعني جدا جميل حلو والحلو بعد يعني وعيد واجازه لازم شويه صار صفه يعني. كورونا شويه تسهلت الامور بالضبط <applause> <applause> الدكتور نتكلم مثلا من جانب ثاني طبعا احنا ما زلنا في فصل الصيف نعم وما زلنا في اللي هو خلينا نقول اللي هو واحد يطلع برا يعني أيوة ضربه الله. الشمس ممكن قد مثلا تخلي الواحد مثلا يغمى عليه او انه مثلا يطيح وغيره من هذه الامور كلها، نتكلم عن يعني المخاطر اللي تاتي مع اللي هي ضربه الشمس. هذه هم ناخذها على خلينا نقول مراحل عمريه، طبعا هي امراض الشمس المتعلقه بالحراره هي في الطيف يبتدي حسب شدة الاجهاد والتعرض للشمس. فيبدي من اشياء بسيطة بمجرد احمرار بالجلد، مجرد دوخة اعياء الى ان توصل الى عجز بالكلية ممكن ان يصير حاد، ممكن يصير اغماء وفقدان للوعي. هذا راح يعتمد مثلا خلينا على صغار السن. صغار السن اقل تحمل للحرارة. يفقدون حرارة، الجلد منهم واسع. وخفيف ويفصل يحتاج لازم نحطهم لهم سوائل شيء ثاني مهم بالنسبه للاطفال، بعض الاحيان الاطفال ما يدركون الوعي. ما يدركون يعني يستوعون بشلت الحراره. تشوف يروح مثلا خاصه طالعين العائله بسياره. يخبي نفسه في السياره، والسياره مع الشمس ترتفع الحراره بها حتى اكثر من الجو المحيط. وهو قد فلازم يعني يجب على الاهالي ان ينتبهون على الاطفال يعطوهم سوائل كافيه، يخلوهم بظل وينتبهون لإلا يعني من يختفي واحد عن العين فتره يعني يروحون يتاكدون وين مكانه. بالنسبه للشباب، الشباب يحبون يسوون فعاليات ويحبون التحديات، يحبون التحديات، يحبون يسوون الاشياء الصعبه. فهذا راح يخليهم ان يخلون فتره اطول بالشمس واجهاد، وهذا ممكن ياثر على يسوينهم للشد العضلي، للانهاك الحراري، وحتى ممكن يصير ضربة شمس. فيجب ان يخففون ويخلوه على اوقات متقطعه لاجهاد الفعاليات مالتهم بحيث انه يشربون سوائل يجون بالظل فتره يتبردون وبعدين يعني يكملون ما يسووها في فتره طويله. خلينا نقول دكتور بس اسمح لي على المقاطعه يعني مثلا هي كثره الواحد مثلا يكثر مثلا من الماي او السوائل هاي بيكون عامل مساعد انه يحفظه ويحميه من مثلا ضربات الشمس او غيرها صح؟ نعم يساعد لانه مع ضربات الشمس واحده من اهم الاشياء هو فقدان السوائل. يتعرق الى ان يجف جسمه. فهذا راح يؤدي انه من ما يشرب السوائل بكثره راح يفيده انه ان يعوض النقص اللي يصيب نعم. بس طبعا هذا بالنسبه للشباب م. لانه كبار السن بعض القسم منهم ما يشرب ماء او انه كثره السوائل ممكن تاثر عليه اللي عنده عجز بالقلب أنت عجز بالكلية يعني لازم تكون المساله متوازنة نعم. هل توجد كذلك نصائح معينة بالنسبة للحوامل خاصة أنه يعني فترة جائحة وفي نفس الوقت درجة حرارة مرتفعة ورطوبة يعني هل ننصح أن يتمون في بيوتهم ولا ممكن زيارات ولكن تكون خفيفة زيارات خفيفة ممكن لكن أنهم يعني يطلعون نقول إلى البحر إلى الشمس هم بلاي شيء عندهم نقص عندهم هبوط طبيعي في الضغط ان يطلعون بعدين هي الحامل هي مسؤوليتها مسؤوليه اثنين مسؤوليه الام مسؤوليه الجنين فبالنهايه صحه الام هي صحه الجنين فلازم ان تنتبه على الموضوع هذا انه هي حياتها وحياه ابنها فلازم أن تاخذ حذر مرتين مو مره واحده اكيد طبعا دكتور ده ننتقل مثلا من جانب اخر فمثلا في بعضهم مجرد ما انه يحس بوحكه صحيه على طول يطير على الطوارئ او يتوجه الى المستشفيات لكن هذه الوحكه الصحيه هو قد مر فيها من قبل او انه عارف شنو الاسباب او عارف مثلا ان ايش اللي خلاه مثلا يمر في هذه الوحكه شلون الواحد يقدر يتفادى او شلون يقدر يتعامل مع هذه المواقف او الوحكات الصحيه مثلا اذا تكررت له كان هو او انه مثلا احد معاه في المنزل هاي شكرا جزيلا انت خليت فد مشكله يعني فد رفعت فد مساله بيها اشكاليه المريض يجي مسؤوليته نفسه او انه المرافق وهو ويتص... هو بسرعه ما هم مو, مو من الكادر الطبي يعني اغلبهم فيعتبرها فد شيء كبير يجي على الطوارئ الطوارئ مسؤوليه يعني احنا نشوف في فقط طوارئ حمد ألف مريض باليوم ف الله يعني مسؤوليتنا يا رب. احنا كل هذول ال 1000 مبيض فهذه شويه صفه احتكاك هو يريد يشوف مبيض ينشاف بسرعه. فاحنا الحل سويناه انه اكو طرق تقييم وتصنيف تصنيف للمرضى نعم. معترف بها عالميا، احنا حاليا نعتمد نعتمد السيستم لل... النظام الكندي. فيقسم المرضى الى خمس اقسام. واحد الى خمسه، واحد شديد جدا وهذا اتفاقنا مع الاسعاف انه من يجي لهم طريق خاص لان يعني هذول مثل الجلطه القلبيه الجلطه الدماغيه هذول ما ي... ما ينتظرون لهم مكان خاص يروحون بعدين اثنين وثلاثه اللي هم شديدين واربعه وخمسه الاربعه والخمسه الخفيفين الوعكات الصحيه الخفيفه وشيء عندنا اتفاق مع المستشفى الميداني هي تابعه ايضا الحمد موجوده صناعيا نحول لها المرضى الخفيفين او ننصحهم يروحون المراكز الصحيه. الاثنين والثلاثه مثل يجي وجع بطن اشتباه زائده او فهذا احنا عندنا ونستقبله فنرجو من ال... يعني حتى الكادر التنفيذي مدرب على هالموضوع هذا نرجو من المواطنين من يجون او المقيمين اي كان من يجي ويقولوا له هذا في مالتك كأنه ينتظر الدور مالته احنا وكل ما تكون حالته اشد كل ما احنا نسرعه ونخليه يتجاوز البقيه هذه خليها ببالي اكيد الله يحفظ الجميع ان شاء الله من كل شر يا رب. اكيد موضوع التصنيف فيصل ومشاهدينا موضوع جدا مهم فانت ما تحسب ان انت لما توصل للطوارئ وتحسب انه ممكن يتم تجاهلك او ان في اشخاص يتم تفضيلهم عليك هو يتم حسب الحاله من الاشد خطوره الى اقلها فخلك انت حليم في هذه النقطه وفي نفس الوقت اكيد في غيرك اكثر احتياج اكيد اللي داخل كذلك كدكاتره وطاقم طبي مو بقاعدين ومفضين نفسهم بالضبط لازم لانه هم عندهم حالات وشغالين عليها لازم الواحد ياخذ بعين الاعتبار عن موضوع اللي هو كم عدد الطاقم الطبي اللي شغال وكم عدد المرضى اللي موجودين في قسم الطوارئ بطوابق المتعدده وايضا عدد الاسره وايضا انواع الحالات فالله نتمنى السلامه للجميع والله يحفظكم من كل شر ففي ختام هذه الفقره حب نشكر الدكتور عبد الناصر هويدي طبيب استشاري ورئيس لجنه الطوارئ بقسم الطوارئ على وجودك معنا اليوم في برنامج حياتنا شكراً شكراً, شكرا شكرا جزيلا الله شكرا لك يعني. ومشاهدينا لنا حديث اخر بمواضيع اخرى ولكن بعد الفاصل Bang يا مرحبا ومسهلا مشاهدينا الكرام حياكم الله في تكملة برنامج حياتنا وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعة هذا البرنامج برنامج حياتنا الذي يبث على شاشة تلفزيون قطر في تمام الساعة السابعة وإلى الساعة الثامنة مساء مواضيعنا منوعة وفقراتنا لنية وأيضا ضيوفنا اللي راح يكون موجودين معنا فقرتنا بالأمس تكلمنا عن الأضحية وتكلمنا عن المقاصب وتكلمنا على أن الواحد يمدي من اول لين رابع يوم العيد انه يروح يضحي تكلمنا انه لازم انت تكون ممكن جاي بدري واذا لقيت زحمه يعني اذا تقدر ان انت تنسحب انسحب واجل الاضحيه لين وقت اخر ولكن الحين احنا عدينا بالنسبه لنا اليوم يوم عرفه وبندخل بالنسبه لاول ايام عيد الاضحى المبارك ف بنتكلم على هذه الايام وفضائلها واهم الاشياء اللي احنا ممكن نركز عليها ويسعدنا ان يكون معنا في الاستديو الشيخ الداعيه عبد الله النعمه شيخ نرحب فيك واسعدنا تواجدك معنا الله يحييك جزاكم الله خير قبل الله منا ومنكم ان شاء الله امين يا رب العالمين امين طبعا شيخنا يمكن في العديد من الامور الواحد ممكن يتكلم عنها خصوصا في هذه الايام المباركه وايضا يعني ك كاستقبال لعيد الاضحى المبارك. نعم. امانه انا يعني بقول لك إن انا عاجز من وين نبدا ان نسلط نعم. الضوء فبخلي الكلمه عندك. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اولا نشكر لكم هذه الاستضافه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم آمين. الطاعات والعبادات وخاصه ونحن في هذا اليوم المبارك. يوم عرفة وما فيه من الأجور العظيمة وهو من خير أيام الدنيا كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أقسم الله سبحانه وتعالى عليه في هذا اليوم يعني قال وشاهد ومشهود قال ومشهود هو يوم عرفة وهو يوم عظيم واختلف العلماء حتى في أفضلية هذا اليوم أو يوم النحر اللي هو بكرة احنا اليوم هذا قضيناه خلاص يعني صام من صام وحصل الأجر اجر صوم يوم عرفه طبعا يكفر السنه الماضيه والسنه القادمه كما لا يخفى عليكم. و الذي صام وحصل هذا الاجر وتقبل الله سبحانه وتعالى منه آه نقول له تقبل الله منك آه ثم تبقى امور آه يعني كما ذكرت لكم العلماء كانوا حتى يختلفون هل يوم عرفه افضل او يوم النحر اللي هو يوم العاشر اللي بكره فالخير ما زال موجود. افعال واعمال الخيريه ما زالت موجوده الانسان عنده التكبيرات ما زالت موجوده الى ثالث ايام التشريق اعمال الخير ما زالت موجوده من بر واحسان وصدقه وغيرها نحن مقدمون على العيد غدا العيد العيد عشاء. فيه امور كثيره جدا الاضحيه صلاه العيد الزيارات صلاه الرحم الصدقات النفقات هذه كلها يستطيع الإنسان أن يقوم بها خلال هذه الأيام كذلك يعني بث روح السرور والألفة والمحبة بين الأسر وهذه قد تكون معدومة عند كثير من الناس يعني بعض الناس يظن أن أيام العيد هي أيام عبادات فقط لا بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب بل سبحان الله شوف الفارق النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام حث على صيام يوم عرفه ومن السنن المؤكده وثم ياتي يوم العيد يحرم على الانسان ان يصومه شوف الفارق يحرم على الانسان ان يصوم يوم العيد ليش؟ حتى تبث روح الفرح والسرور والمحبه والالفه بين الناس فهذه الايام القادمه اي يوم العيد وهو غدا يوم النحر وهو من أفضل أيام الله سبحانه وتعالى وأقسم الله سبحانه عليه في القرآن قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر قالوا العلماء أو المفسرون الشفع هو يوم النحر يوم العيد والوتر هو يوم عرفة فهذه الأيام القادمة هي أيام أكل وشرب وتكبير لله سبحانه وتعالى وبذل وعطاء لله سبحانه وتعالى سواء كان صدقة أو نفقة أو زيارة أرحام أو صلة أرحام نحن محتاجين خاصة في مثل هذه الأيام أن نكسر مثل هذه الحواجز حواجز والله أنا ما بزور فلان والله أنا ما أتكلم مع فلان لا أبدا اكسر هذه الأمور أنت مطالب في هذه الأيام أن, أن تصل رحمك أه. وجاء في الحديث أه الحديث القدسي وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني اللي صله الرحم يعني احنا نقول للمشاهدين ومشاهدات ان ما زال الخير موجود واعمال البر موجوده وتستمر ليست فقط في هذه الايام حتى بعد هذه الايام نعم فضلت شيخ شنو هي احب الاعمال اللي ممكن الشخص يبدا فيها يومه خاصه انه هو يعني لو بيصحى مثلا نقول 5 الا ربع نعم وصلاة العيد بتكون خمس وعشر, وعشر دقائق نعم. يعني ابتداء من الصلاة شن هي الأشياء المحببة؟ ياخذ عياله ياخذ اخوانه ويتجه نعم. للمسجد، شن الأشياء اللي ممكن هو يمارسها في هذا اليوم؟ نعم. أولا يعني نشكر وزارة الأوقاف حقيقة على على أنها أتاحت هذه الفرصة وكذلك نشكرهم أنهم فتحوا كثير من المساجد. يعني أنا أتكلم عن منطقتي كان فيها تقريبا ثلاثة أو أربع مصليات في الأعياد الماضية. الايام العاديه الان لان كورونا وفي تباعد فقد لا يتسع المكان لكث يعني كل الناس ففتحوا اكثر من 11 مسجد في المنطقه انتقلوا نقله كبيره جدا وهذا من صراحه الى اربعه صاروا 11 11 مسجد ما شاء يعني الله يعني تقريبا كل مساجد المنطقه مفتوحه ما شاء الله وهذا يعني يدل على يدل على على على, على امكانيه الوزاره جزاهم الله خير وكذلك جهودهم الجبار لان انت لما تفتح 11 مسجد بدل أربعة وفي مناطق أخرى أنا متأكد أنهم فتحوا أكثر من كذا هذه يتطلب خطيب يتطلب حد يفتح المسجد يتطلب حد يقوم على المسجد فنشكر حقيقة وزارة الأوقاف على هذه المبادرة واتساع يعني رقعة المصليات والجوامع ثم نأتي إلى سؤالك طبعا الواحد يصحى من صلاة الفجر يصلي الفجر يبدا بالتكبيرات يسن في صلاه العيد ان يصوم الانسان يمسك عن الاكل حتى يرجع من صلاه العيد وهذه معاكسه عيد الفطر عيد الفطر يسن للانسان ان يفطر قبل ان يذهب لصلاه العيد اما في عيد الاضحى فيسن للانسان ان يمسك عن الطعام من بعد صلاه الفجر حتى يصلي العيد ويرجع والسنه ياكل طبعا من اضحيته إن ضحى في المنزل. آه، طبعا يذهب ويغتسل هذه من سنن عيد الاضحى انه يغتسل ويلبس افضل الثياب وصنع يعني هذه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له جبه يلبسها في العيد عليه الصلاه والسلام. آه، كذلك يتطيب ويذهب من طريق وياتي من طريق اخر. مم. الان يمكن مع سوء الحر يعني والجو حار يمكن كثير من الناس ما يستطيع ان يمشي الى المسجد. مم. لكن نقول يعني ان ياتي بهذه السنه حتى لو ذهب بالسياره يروح من طريق ويرجع من طريق اخر. طبعا الحكمه من هذه وهذه من حكم الاسلام ان الانسان اذا راح من طريق يستقبل كثير من الناس في هذا الطريق فيهنئهم بهذه المناسبه العظيمه وهو العيد. ثم يرجع من طريق اخر ويرى ناس مختلفين عن اللي شافهم قبل. فهذه الحكمه من وراء ان الانسان يروح من طريق وياتي من طريق اخر. لكن فضيله الشيخ هل التهنئه هي تكون بعد صلاه العيد؟ نعم. ام قبل يعني تكون جائزه لو اليوم واحد هنى ولا قبل الصلاه؟ هو الافضل ان ان تكون المناسبه موجوده مم. حتى يعني تكون لها لذه. صحيح. لكن كثير من الاخوه جزاهم الله خير لحرصه يهنئك في الليل ثم ثاني يوم ياتي بعد يرسل لك رساله ويهنئك. فنقول التهنئه قبل العيد تكلم فيها بعض العلماء والافضل طبعا ان يهنئ الانسان اخوه المسلم بالعيد ويعني يبارك له هذه المناسبه العظيمه في يوم العيد في وقت المناسبه وهي وقعها يكون افضل واقرب للنفس وحتى لا يثقل على غيره لان يعني مثل ما قلت لك كثير من الناس يكرر معاك التهنئه يهنئك الليل ويهنئك بكره ويهنئك بعد كم يوم فيثقل على 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 الكثير من الناس فطبعا التهنئه يعني ثبتت عن بعض الصحابه رضي الله عنهم و وما فيه شيء الحمد لله الانسان يهنئ اخوانه المسلمين ويفرح بفرحهم وهذا يوم عيد اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الامه فالمفروض على المسلم ان يفرح في هذا اليوم يترك عنه النزاع يترك عنه الخلاف يترك عنه الخصام كثير من الناس للاسف تحصل اخ منازع لاخيه اب لابنائه او الابناء لابيهم أو الزوج مع زوجته نقول اتركوا هذا الخلاف هذا يوم تفتحوا فيه صفحة بيضة بينكم واتركوا هذه الخلافات اتركوا هذه الخصومات وصلوا الرحم في هذا اليوم المبارك طبعا فضيلة الشيخ يمكن بعض الناس يمكن يكونوا ناسين هذه النقطة خلنا نقول اللي هو أنه مثلا أنا مثلا في البيت كوني أني أنا مسؤول مثلا عن عيل على سبيل المثال فدوري أنا كأني أنا أنقل هذه المشاعر وانقل هذه المعرفه وانقل ايضا هذه العادات والتقاليد وايضا الاشياء الاساسيه اللي الواحد لازم يسويها نعم. فرحه العيد خلينا نقول الى اخواننا الصغار الى خواتنا الى عيالنا وغيرها نعم. فاثر هذه نقل نقل هذه المعلومات وايضا أن الواحد يكون له دور كبير في ارسال هذه الرسائل نعم. هو هذا طبعا لا لا شك انه جزء من التربيه يعني نحن مطالبون بهذه الشريعة الإسلامية أن نربي هؤلاء الأطفال على هذه الشعائر الإسلامية شعائر يعني عظيمة المسلمين لهم عيدين يعني عيد الأضحى وعيد الفطر فإذا إذا ما انتبهوا إلى مثل هذه الشعائر وما انتبهوا إلى مثل هذه المناسبات ولا ولم يربوا هؤلاء الأطفال على مثل هذه الأشياء فمتى سيربون النبي عليه الصلاة والسلام <applause> ابن عباس يعني صغير لم يتجاوز التسع سنوات كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم يناديه الغلام والغلام عند العرب كانوا يطلقون على اللي اقل من تسع سنوات. يقول له اني اعلمك اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد فكان يعلم اساسيات في العقيده وهو صغير. فاحنا لا يعني نستصغر الاطفال، ترى الاطفال عندهم قابليه للتعلم اكبر مما يتعلم فيه الكبير. هذا اللي انت تشوفه ابو ست سنين هذا عنده قابليه ان يتقبل اشياء كثيره عظيمه جدا، فحدثه كانك تحدث رجل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يتعامل مع الاطفال هذا ابن عباس كان صغير عمره تسع سنوات والنبي يحدث عن يعني اساسيات في العقيده كيف كان يتقبلون مثل هذه الاشياء فهذا دليل يعني على ان هؤلاء الاطفال يتقبلون مثل هذه المعلومات ارسخ فيه معالم العيد ارسخ فيه معالم المحبه في العيد ارسخ فيه سنن هذا العيد الاضحيه غيرها زياره الاقارب خذه معاك المجالس، خذه معاك الى زياره الاقارب. هذه الامور اذا اذا عودنا فيها الاطفال من صغرهم سيتربون على هذه الاشياء، هي جزء من من الشريعه، وهي جزء من ديننا الحنيف في صله الرحم، في المحافظه على هذه السنن، في المحافظه على هذه الشعائر الاسلاميه. حين تعلم الطفل ويصبح هذا الامر عاده في حياته يستشعر مثل هذه الامور لما يكبر. احنا كنا صغار نشوف الاباء ويضحون. ما ندري ان هذه الاضحيه هي قربه لله سبحانه وتعالى، وهي من صلب العقيده عند المسلم، لكن لما كبرنا عرفنا ان هذه من اعظم شعائر الله سبحانه وتعالى التي يتقرب بها المسلم الى الله سبحانه وتعالى، ان كنا نشوف ابائنا يروحون المسجد، يروحون صلاه العيد، يلبسون البشت ويتزينون ويتعدلون، ولا ندري ما هي خلفيه هذه الامور، وان احنا كنا صغار قد لا ندرك هذا، لكن لما كبرنا على هذه العادات وعلى هذه التقاليد اللي هي من صميم الدين استشعرنا مثل هذه الامور وهي من شعائر الله سبحانه وتعالى. بالفعل فضيله الشيخ واحنا في نفس سياق الحديث أه نتحدث معكم مشاهدينا عن اعلان وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ان موعد صلاه عيد الاضحى لعام 1442 هجريه سيكون بعد غد أه الثلاثاء في تمام الساعه الخامسه وعشره دقائق صباحا. بعد الشروق بخمسة عشر دقيقة أكيد وأوضحت مشاهدينا الكرام الوزارة في بيان لها أنها هيأت أكثر من تسعمئة جامع ومصلي لاستقبال المصلين مشيرة إلى أنها حرصت في عملية الاختيار على توزيع الجوامع والمصليات جغرافيا بحيث تكون قريبة من جميع مناطق الدولة أكيد وذلك لتيسير أداء صلاة عيد الأضحى على الجميع فضلا عن تجهيز فرق للنظافة تعمل بصورة مستمرة ونحن دائما ننصح بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم الإعلان عن المصليات بشكل مفصل نشاهد معكم هذا التقرير مشاهدينا ولنا عودة بإذن الله تسعمائة جامع ومصلى تم إعدادها لاستقبال المصلين أثناء صلاة عيد الأضحى لهذا العام والتي ستقام في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق صباحا. المساجد والمصليات هذا العام تم اختيارها وفقا لضوابط احترازية ومعايير دقيقة في ظل انتشار جائحة كورونا. ويمكن للجمهور معرفة المصليات التي تناسبهم من خلال حساب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على تويتر. وأكدت الوزارة أنها حرصت في اختيارها للمساجد والمصليات أن تكون موزعة على جميع مناطق الدولة لتيسير أداء صلاة عيد الأضحى على الجميع. في ظل أجواء العيد الروحانية، يبقى واجباً على المصلين الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد وجلب السجادة الخاصة وإبراز تطبيق احتراز قبل الدخول إلى المسجد إذن مثل ما شفنا معكم في هذا التقرير ونؤكد بأن صلاة عيد الأضحى المبارك غدا في تمام الساعة الخامسة وعشرة دقائق صباحا انا بصراحه مو متاكد جني قلت عقب بكره فانا هو مو اعتذر وهو بكره العيد بكره هو مو بشنك, بشنك. الا انت قلت بس يعني قلت ايه. يعني ما بين التقرير بنتفاهم لا شكله التقويم عندك ناكد ان ان انه بكره <applause> واكيد مشاهدينا الكرام ان باذن الله باذن الواحد الاحد ان شاء الله باذن الله بيكون العيد باكر والكل يتوجه ويكشخ كشخه العيد مم. على المصليات يشوفها في منصات التواصل الاجتماعي او من خلال موقع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه نقطه جميله فيصل وذكرتها فضيله الشيخ انت قلت ان رسول الله صلى عليه وسلم يعني يكون له لبس خاص في نعم. آه نعم. في العيد نعم. هل احنا نقصد في في صلاه العيد نفسها لان البعض يحضر ملابس العيد ولكن يذهب لاصلاه بملابس ربما تكون عاديه بالنسبه نعم. له ولكن لما يرجع البيت يتحضر بملابس اخرى لصلاه الرحم ولاهله. نعم هو طبعا السنه ان الانسان يتزين للمسجد وخاصه في الصلوات اللي فيها جماعه. لذلك يسن يوم الجمعه القسل، يسن يوم الجمعه التطيب، يسن يوم الجمعه لبس الملابس الجميله، كذلك في هذه الصلاه وهي تجمع اهل المنطقه وتجمع اهل الفريج. يسن للإنسان أن يلبس الجديد يلبس النظيف يلبس الملابس التي يحسن أن يخرج بها أمام الناس يتطيب ويخرج يعني متوكل على الله سبحانه وتعالى يأخذ معها الأطفال حتى يحيون هذه السنة سنة صلاة العيد وهي سنة مؤكدة يعني ندعو الأخوة المشاهدين أن لا تفوتهم هذه الصلاة اكيد طبعا كلمات جدا جميله الداعي عبد الله النعمه خصوصا في هذه الاوقات وايضا قبل العيد بساعات نعم. قليله. الله يتقبل الله يتقبل الله منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. في الختام شيخنا دعوه طيبه منك لكل من يشاهد شاشه تلفزيون. الله كنت. اكبر. نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو بادعيه بسيطه وسهله وميسره حتى الناس يعني يستوعبوا مثل هذه الادعيه، وانا احث الاخوه المشاهدين والمشاهدات الى ان يتعلموا هذه الادعيه التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام، هي اقرب للقبول وهي حري ان تستجاب عند الله سبحانه وتعالى، منها يا يعني يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله عاجله واجله. امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهدني هذه من الادعيه البسيطه النبي صلى الله عليه وسلم لما جال الرجل قال له علمني ماذا اقول يعني ايش ادعو قال لك قل الله قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اربع كلمات تجمع لك خيري الدنيا والاخره اللهم اغفر لي وارحمني في الاخره الانسان يحتاج الى مغفره الله ورحمه الله سبحانه وارزقني وعافني في الدنيا فهي من الادعيه اللي احنا نشوفها بسيطه لكنها من جوامع كلمه النبي صلى الله عليه الصلاه فانا ادعو واحث الاخوه المشاهدين والمشاهدات يتعلموا هذه الادعيه ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام الوارده في الصحيح وان يكثروا منها ونحن في خاصه في مثل هذه الايام ايام خيره وايام يتقبل فيها الدعاء من الله سبحانه وتعالى. وكذلك التكبيرات وكذلك التكبيرات نعم التكبيرات تستمر الى يوم الثالث من ايام التشريق الى عصر يوم 13. من الامور المهمه التي قد يعني يسال عن يتساءلون عنها الكثير الصيام. خاصه اللي محافظ على صيام ثلاث ايام من كل اسبوع 13 و14 و15 اليوم الثالث من ايام التشريق هو يوم 13 يحرم صيام هذا اليوم مم. فاللي متعود على صيام الثلاث ايام من كل شهر لا يجوز ان يصوم هذا اليوم نعم. هذه ايضا من الامور اللي أحب ان ننبه فيها المشاهدين والمشاهدات نعم. داعي الشيخ عبد الله النعمه نسعد دائما بتواجدك معنا الله يحييك و... والله يجزيك خير على جيتك الله يبارك وبما ان قلت انه يعني تجوز التهنئه فنقول لك من الحين عيدكم مبارك الله, الله, و... تقبل الله عام كل عام وانتم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وانت بخير وصحه وسلامه جزاكم الله خير طبعا مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حياتنا، نتمنى انكم استانستوا وايضا استفدتوا بوجود ضيوفنا اللي اثروا هذا البرنامج، لا تنسون صلاة العيد الساعة و وعشر اكشخوا البسوا جهزوا وطيبه وإن شاء الله بإذن الله نقول لكم أن نلتقيكم في برامج العيد برنامج من العايدين عساكم من عوادة إن شاء الله بكرة الساعة تسعة وأيضا الساعة تسعة و وتسعة المساء صلاة الختام فمان الله مع السلامة